الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبراتو عند موجه توجه الحمد لله يجمرنا ونتمرت أهنم لما كتل الله سجل ونال الحمد لله قريه الله مع مسجن بزوتك من دالو يا تستنن من نتبك بات ያጣነው መናገኝበት ትልቅ ተግባር መሆኑን ታነዘነጋ አልሐምዱሊላህ ይያል አሁንም ወደ ተለመደው ተግባራችን መናደረከ ረመዳን ረመዳን ያገኘ ሰው የደረሰ ማድረግ አለበት የሚለውን እንቀጥላለን ይህዘር مجالس الغفارقين ከማንኛው ሙስሊም ወሙስሊማ የሚተበቀው በዚህ በተከበረ ወራት ውስጥ ስራፈት የሆኑ ሰዎችን ተሳቸው ጋር ማነው መቀማመጥን መጠንቀቅ መጠበቅ በጣም አርጎ አስፈላጊ ነው አልሐዘር ሚሙጃለሰት الفارغين ዝም ብሎ ግዚያቸውን ባልሆነ ነገር የሚጨርሱ ከሆኑ ሰዎች ጋር አብሮ መቀማመጥ ተገቢ አይደለም ነህን ረመዳን ከእንደዚህ ያሉ ሰዎች ጋር ልታባክነው አይገባም ትልቅ እድል ነው ረመዳን መدرس በተረጋጋሚ እንድትነጋገር ነው ታየህን ትልቁን ነገር باربا نغر فارغ بهم سوچ منم يدني حساب انجي ليلى حساب يرلاچو سرافت كونو سوچ غار ابرو ما نو تقمطو سرافت مهون تغيبي ايدلم واحفظ لسانك ملاسنم مطبق ماننياو مسلم يونه سو بزي برمضان ملاسن مطبق انغبغابي اسفلاغي نو ملاساچنن كمن نطبقالن كمن دي نمنطبقو يميلون كونه ما نو انغدي مغلط اسفلغا من الغيبه والنميمه وفاحش القول بملاس يمطو ما نو مززوج بتام بزوج ناتشو تنزاو است حاميت يميبالو نغر سوچين ما نو مامات نبيجنا عليه الصلاه والسلام اندي نغرون غيبا بلو مالت ذكرك اخاك بما يكره غيبا يميبالو انت وندمهن هتهن ماوساته مانساته نو فيتاچو بتناغرو مان مياسكفاچو يهونون نغر ذكرك اخاك بما يكره وان كان في اخي ما اقول يملو نجر وندي ملاي بينورس بلاو طياقي لم يجي تقربوا لاچو اه نعم فقد اغتبته والا فقربهته سويو بللبت نجر كهونما يالسراون يالتغبرون نجر كتناجر يا بوتان ميبالو غيبه ميبالو اجرون اجر رجمون رجمانو قشدالا بلن مانو مناجر ባጣ ያጠፋውን ጥፋት ማነው እንደሰርቷ እንደሰርታለች ብሎ ማውራት ይሄ ተገቢ አይደለም ምን እናገኝበታል ሰውየው ማነው ስሙን ማስጠላትና ማነው ማስጠቆር ካልሆነ በስተቀር ይሄ ተገቢ አይደለም የስተት ያለበትን ሰው ያንደካማ ጎኑን ጥፋቱን እንዲያስተካክል እንዲመለስ ጥረት ማድረግ መምከር እንጂ ስለሱ ደካማ ጎን ለሰዎች ማስተላለፉ ለምን አስፈልገ እና ምላሳችን ልንቆጥብ ይገባል ሌላው በመላሳ ሆነም ከሚወጡ መዘዞች አንነሚማ ሰዎችን ማጣላት ሰዎችን ማነካካት ከረንዲ ህዝብ ብሏል ከረንዲ ህዝብ ማነው አድርጓል እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ አድርጓል ይያሉ ወንድሙን ከወንድም ጋር ጓደኛን ከጓደኛ ባለና ሚስቶችን ማነው መካከላቸው ለማራራቅ የሚደረጉ ማነው ጥራቶች ተገቢ አይደሉም መላሳችንን እንጠብቅ ይገባል ወፋሂሽ ልቀውል በአጠቃላይ ማነው እንደ መጥፎ የሆኑ ንግግሮች ሁሉ አላህ ዘንዳ ማነው ثواب ያስገኝልናል ብለን ከምናስባቸው ውጪ ያሉ ነገሮችን መናገርም የለብንም وحبسه عن كل ما يغضب الله عز وجل ملاسهن እሰረው አላህን የሚያስቆጣን ነገር በመላስህ ከመናገር محبوس አድርገው መላስህን እስር አድርገው በተቋማ ነው ልጓም ملاسه لتلغمو يغبال لتاسرو مانو يغبال يلونا والزم نفسك الكلام الطيب الجميل ملاسهن ماستمار يالبخ جدتا طرون مانو مناغر قنجو نغغروچ مانو مناغر مهونن ماسلمد مياز يتطبق بهال انجي كزاوچ يونو يونا يالهونو وري مانو بماورات ملاسهن بيزي مادرك يلبهم نبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه بلو ما نو عندنا قرون ثلاثك تركوه ما على بايو هنا نقر من ما يتكم من لدنيا الآخرات من ما يتكم عندهم قرات ميامت أب النقر بملاساتين لنتقبرنا وينما نو لننقر
تجيب يا دلم وليكن رطبا لسانك بذكر الله عز وجل ملاسخ اللهم بما استواس ارتب يهوني قبان والقزي الله نما استواس يتبك بهان وهي فرصة للتردد أو للتزود من الطاعات والتفرغ للعبادة يعني رمضان ما قنيت مدرسة ولو مالت يا أخي راسن كمانو عند النيز ورو خير سراوشن مانو عند النادر لعبادة على ملكام سرامانو بزوك زي مانو عند نوران كفتات وشن مانو يمننا قنيبت سلوانا يهننا قات عمي متك أمين وربنا وقر لا تتكرر فرصة يجي أقات عمي لا تدقى قم تشلال نالبات أنت يمجر رشاك زي مانو ليهون يمجر لهي نقر يمجر رشاك زيخ ليهون سلام يمج سلازيخ اللهن فرتخ اللهن تنكتكتخ ملكام سران مانو بمسرات التاسالفو يقبال لنجي تزاوج اللن نقر بمسرات راسهن مانو بزياد رقه نقبا آخرا سوج ملكام سرا ملكام تناغرو ملكام سرتو أجل مانو سرتاچو أنتن ديگنا منن دي زهاد رقيو بنبر يا ليتين قدمتو لي حياتي ملو كنتو منيوت ان دي اقات مخ قزي انت تباكنو بل وقر تموتو قبل أن تعود الفرص يه اقات عمي ساعت تدرس تزيج عالم تستنابت تجلال كمسر واغر ودي زي سرا واغا ودي مستطبت مانو واغر لتهير يمتشان نازل الزخ أسكدي من يهنن يتسطنن قزي وينم أدمي بملكة مسرا بتلي رمضان أقات عمي يغنين سواج يدرس يدرسج قزيون متأبك تقبي نقرنو وهنا بالهنو نقر للناس اللفايق قبام وعلم أن كل يوم إن يعيشه المؤمن هو غنيمة واللاتشنم للناقوم يقبو نقر عند مؤمن هو نسو يمياسلفو قزي هلو باتكالي يمينورو نورو هلو مغنيمانو بملكام تاسلفو تلتكم يمياغن يبن كباري ونتكم مانو يمياغن يبت الله بكل تلك أجر مانو يمياغن يبتن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رجلان من قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة فقال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة عندي سو منام أي وينم هلا سوش معنو نبرو قضاء معنو كمي بالو قصا يهونو هلا تاتشو معنو سلمو بنبي يحكين قزي عندي نيو بجهر لمانو موتا عندي نيو لامتي هل معنو قويتو نبرا فرميو معنو قويت بلو يا غادي نيو مانو بموتا باموتو اندمانم يعني نيو يموتال يطلح ابن عبيد الله يتبالو الله منام يا سايوال منام من نبر فاريت الجنه جنه الله اسايني نا فرأيت المؤخر منهما تنزات ورت غادي ما كهونو مانو عندي كان مانو كسلموا سوج يا شهيدنا مانو تزا وحالا متموتو ما مت زغيتو ملكام سرا سرتو مانو كيموتو سو سملكت بجنت است قرمو مانو بوتا يزو يا مان ياغنيوت بوحالا يموتون سو هو ايوهن نا بتام تغرمكن انديت شهيدون مانو تقدمو بيه اسبكنينا تزا سينغالين يهنن غداي لنبياچين اسردواچو وينم ليلا سو يهنن غداي لنبياچين اناسو ينبياتنا عليه الصلاة والسلام مرساته من نبرة فقال أليس قد صام بعده رمضان تصوبها لا رمضان أصوم من دي تصوبها لا سمعنا على سقدم من دي سنت بزورك عواجين بزور صلاة وشين على سقدم لامتي هالمانو سنت ملكام سرامانو سرطوال سلازمانو كرمو جنة ماني قبابت وينم تلق درجة لأقين يشالو
በሰራው ስራ ነው በዚች በመስራየቱ ማን ነው አገር ላይ መልካም ምን ስራ ጥሩ ነገር ስላሳለፈና ወይንም ስለሰራ ነው በሚል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልሳቸውን አስቀመጡ። እና እድሜ ማን ነው ረዝሞ አንድ ሰው ረመዳንን ማገኘት ቀላል ነገር አይደለም። ቀድሞ የሞተው ሰው ምንም በመልካም ስራ ላይ በሸሂድ እንኳን ማን ነው ቢሞት ተዛያ የተአኸረው ወይንም ዘግይቶ የሞተው ሰው በመልካም ስራ ከሆነ ያችን ሰዓቱን ማን ያሳለፋት አመት ቀርቶ ማን ከዛም ያነሰ ከዛም የበለጠ ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ያንን ያለውን ጊዜውን በአግባቡ በመልካም ስራ ማሳለፍ ነውና ያንን ጊዜ ተጠቅሞ በመልካም ያሳለፈ ሰው ነገ በአኺራ ትልቅ ቦታ እንዳለው የሚያሳይ መሆኑን የሚገልጽ መመሪያና ወይንም ትምህርት ነው። ናው ከሁላችንም የሚጠበቀው ነገር ለወደፊት ደርሳለሁ የሚባል ነገር ነፍስያ ሊያታለል ሊያሞኝን አይገባም። አንፍሰል አማራ ቢሱ በመጥፎ ማን የምታዝማ ነው ሲያችንን መከተል አይገባም። እኛ ይሄን እድል ካገኘን ተደረስን ለወደፊት እንደርሳለን እንደዚህ እናደርጋለን ብለ ማሰብ የለብንም። በቃ የኔ ማን ነው የመጨረሻ ማን ነው ጊዜ ይችላልቶን ይመቻል የቀጣውን ረመዳን ላላገኘው ላልደርስ ማን ነው ይችላልሁኝ የሚል ሐሳብ በልባችን ላይ ማን ነው በማድረግ መልካም ስራን ማን ነው በመስራት ሊንጠቀም ይገባል እንጂ አይቀስ ብዬ በቀጣው ደግሞ ረመዳን እንደዛ አደርጋለሁኝ እንደዛ ሰራለሁ እንደዛ አደርጋለሁኝ እያልን ከንቱ ምኞት መመኘት የለብንም። መድረሳችንን ምን አውቀ ነው ደረሰኝ የተሰጠማ ነው አካል አንድም የለም። መቼ እንደሚሞት አላህ እንጂ ማን የሚያቀው የሰው ልጅ መቼ እንደሚሞት ወይንም እድሜው ማን ነው ስንት እንደሆነ 50 አመት ይቆይ 60 70 100 አንድም የሚያቀ አካል የለም። ስለዚህ እኛ ምን አድበትን ታናውቅ መቼ እንደምንሞት ማን ነው የማናቀው ነን እያለን ለወደፊቱ ረመዳን ደግሞ ማን ነው እንደዚህ እናደርጋለን ብለን ተስፋ ማድረጉ ከምን የመጣ ነው? ከሙእሚን የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ባለው ሰዓት መጠቀም ለወደፊቱ ደግሞ አላህ እንዲያደርሰን ዱዓ እያደረግን ኸይር ስራ በመስራት ማሳለፍ እንጂ ቀስ ብዬ አደርጋለሁ እንዴ ማን ነው ይያል ራሳችንን ማን ነው ማታለል የለብንም። ረመዳን ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ስራ በመስራት እናሳለፍ ይያልኩኝ የዛሬውን ትምህርታችንን እዚህ ላይ እናቆማለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Thank you.